نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. أكدت المديرية أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات لتلقي العلاج بالمستشفى وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المعملية والأشعة العادية والموجات الصوتية، وتم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية. قافلة النهاردة موجودة في قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كمرحلة أولى. القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية، وبالتعاون مع كل مؤسسات الدولة بنحاول نوصل خدمة متميزة للأماكن اللي هي محتاجة. القافلة بتتميز إن هي مجانية تماما، وزي ما قلت بتوصل للمواطن لحد عنده. احنا النهارده موجودين في قافلة قرية كفر الغاب، القرية بتعد من القرى اللي داخلة في مبادرة حياة كريمة الرئاسية لتطوير القرى المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القرية هنا فيها تعداد سكاني كبير، والقافلة بتشهد إقبال كبير من الصبح بدري النهارده من الجمهور. القافلة فيها حوالي 12 عيادة تخصصية، التخصصات طبعا اللي موجودة معانا البطنة، الأطفال، الرمد، العظام، الجلدية، الأنف والأذن. المريض بيقدر يكشف على مدار القافلة في 4 تخصصات طبية مختلفة. القافلة النهارده فيها 12 عيادة تخصصية مجانية بتقدم خدماتها للمواطنين بالمجان تماما، من كشف ومن علاج ومن أشعة ومن تحاليل، كل خدمات القوافل الطبية بتقدم بالمجان تماما. وزارة الصحة بتدعمنا بعيادات طبية متنقلة فيها كافة التخصصات الطبية، بتدعمنا بأطباء أخصائيين واستشاريين على أعلى مستوى من الكفاءة الطبية. نشكر الاستاذ رئيس الجمهورية وتحيا مصر اللي جايب لنا الكفالة العظيمة دي، للناس الغلابة والناس اللي بيدعوا له، وربنا يخليهم لنا دول الصحة يا رب.